مهم جدا، ده يخص حضرتك بقى. ايه يعني انا منك للفيديو؟ اسمي يعني في وشك. نزلوا لنا الفيديو يا جماعة، اخر فيديو معانا. عايز اسالك بسرعه كده يا دكتور، نعم. يعني واحد زي الدكتور محمد حبيبي اللي وصل لنائب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، كان على وشك ان يكون حتى المرشد العام، مختار نوح، ثروت الخرباوي، البعض شايف ان عندهم اصبح عندهم يعني عنف لفظي شديد تجاه الجماعه، البعض يريد حتى استئصالها بشكل او باخر في بعض احاديث، ليه كده؟ يعني البعض بيتساءل ازاي ده كان في الجماعه في يوم من الايام والنهارده هذا الامر؟ طبعا يسأل هو، انا لا استطيع ان اجيب. انا بقول لك كيف ترى هذا الامر؟ لا يعني انا ارى يعني حدثت في تاريخ الجماعه كثيرا. تعبت الشيخ البخوري كان ايضا وكيل الجماعه وكان موجود في الجماعه وامثاله كثيرون. وبالتالي حدث مثل هذه الانتكاسات لهؤلاء الافراد بغض النظر عن انه يعني تطرف في هجومه على الجماعه او لم يتطرف، لكن يسأل هو ما هي الاسباب التي دفعته الى ذلك؟ هل هي اسباب شخصيه ام اسباب غير شخصيه؟ انا لا ادري. طيب تعليقك بقى يا استاذ مختار. التعليق في اللفظ هو بيسميها انتكاسات. انتكاسه، بيقول انه يعني حصل لكم انتكاسه، يعني انتكاسه يعني جالكم فيروس، يعني مش ممكن فوقان، مش ممكن رشد، مش ممكن تصحيح. طب هو رايه في المراه ايه؟ طب ما هو يعني ده انتكاسه، ما هو رجوع زي ما هو بيصور، رجوع عن راي تبنته الجماعه 40 سنه. بقول لحضرتك ده كانت قضيه عبد المنعم مع الجماعه انه ادى قلم ده بقلم هديه لنجيب محفوظ. يا خبر ابيض، تدي عدو الله قلم؟ قلم ده ابتدي ابتلاء شديد، هي دي الانتكاسه، انه اداله قلم. ابو العيلة ماضي انه قال طبعا المسيح يصلح رئيسا للجمهوريه. شوف المجرم، شوف التفكير الهلس البدعي، ورجع تاني بقى من اقطابها. يعني طبعا هو كان له وجهه نظر في ذلك. هو التعبير بتاعه ايه؟ انا ما اعرفش حصل لهم الانتكاسه ازاي، كاننا اربعه. احنا الاف يا استاذه عشان تبقى عارفه. الدولة صحيح ما زالت بتنظر للخارج من الإخوان بتوجس وعندها حق، إنما إحنا آلاف مؤلفة. ده أنا ممكن أجيب لحضرتك اسم 3000 واحد مثلا من منطقة واحدة، من منطقة شرق القاهرة. ما بقاش فيه إخوان حقيقة. هم لازم يفهموا كده، يفوقوا من حالة الهلاوس السمعية والبصرية اللي عندهم. طيب. ما بقاش فيه إخوان، دي مش انتكاسة. رسالة بقى أخيرة حضرتك في الختام ليهم. أنا مش عايز أختم غير بحاجة واحدة بس. اتفضل. ان الاخوان انا والله دائما انصحهم وانصح محمود حسين، شوفوا حد تاني يفكر لكم. انتوا فقدتوا والله فقدتوا القدره على التفكير. ده حقيقي. انتوا في بقعه رمال افلسوا. كل ما ترفص تنزل تحت البقعه. شوف حد يرمي لك حبل يفهم ازاي ينقذ واحد وقع في بقعه رمال في الصحراء. بس ان هو ما يرفص، ما ينفعش انه يرفص، لانه احيانا مش باحيانا وهو في بقعة الرمال المتحركة بيضر نفسه. ما عندناش وسيلة تانية ننصحك بيها بعد كده، لا تلومن إلا نفسك. شكرا المفكر الإسلامي الأستاذ مختار نوح. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل.